بائعات السمك في نواكشوط قلقات من تناقص كميات السمك التي تدخل السوق بعد تطبيق قانون جديد يمنع الأجانب من الصيد في موريتانيا. تؤكد هؤلاء النسوة أن القرار سيلحق ضرراً بالغاً بمصدر رزقهن الوحيد في ظل عزوف الموريتانيين عن الصيد. والله الا خالين ودارين ومدندرين حامد ربنا والعبد العزيز عبد الحامد السنه يردنا الحوات الموريتان يحوتون لكم الاخص الموريتاني ما يقدر يحوتوا ما يعرفوه ما نجاب لنا الحوت ونبيعوا لا حوت ويمشون على الميزان ولا فيش. بموجب القانون الذي صدق عليه البرلمان تم ترحيل مئات الصيادين السنغاليين كانوا يستفيدون من رخص للصيد في المياه الموريتانيه، ولكن القانون الجديد فرض عليهم تفريغ صيدهم في موانئ موريتانيا مقابل تجديد هذه الرخص، شرط لم يقبله السنغاليون فتم ترحيلهم. كانت فم فترة انتقالية قبل تطبيق القانون، وكانت هي اللي تحكم العلاقة بين العاملين والوزارة. هذه الفترة الانتقالية انتهت، ما هو حاصل هو تطبيق لذلك القانون، لا هناك بعد سياسي ولا هناك بعد أيضا يميز دولة عن دولة. موريتانيا تؤكد أن القانون يدخل في إطار استراتيجية جديدة لإعادة هيكلة قطاع الصيد الأهم في البلاد وتهيئته من أجل امتصاص البطالة في صفوف الشباب، إلا أن بعض الفاعلين في القطاع يؤكدون أن القانون الجديد سيؤثر على صادرات موريتانيا من السمك. عماله الخارج اللي كانت تحوتهم ما ذا اللي تجي من الحوت ما هو واعد السوق المحلي، واعد السوق الخارجي اوروبا بارتيكليرما لا فرانس لاسبان البرتغال. في انتظار التوصل الى حل لازمه الصيادين السنغاليين تبقى قواربهم عالقه على شواطئ نواكشوط ونواذيبو اكبر المدن الموريتانيه، رغم حديث البعض عن بعد سياسي القى بظلاله على الازمه.